مشكلة شائعة يعاني منها أصحاب الحيوانات الأليفة باختلافها خلال السنوات الأخيرة، تتمثل في توفر الأغذية الجاهزة لأليفهم مع وجود ندرة واضحة في السوق بسبب إجراءات الحد من الاستيراد. أغذية الحيوانات تتشكل من مجموعة متنوعة باختلاف العلامات التجارية. رغم هذا، يبقى إشكال حسن اختيار المنتوج المناسب للحيوان لتجنب الأمراض أو تعرضه لسوء التغذية. وعلى هذا الأساس شكلت ندرة وغلاء أغذية الحيوانات الأليفة المستوردة إشكالاً كبيراً. في الآونة الأخيرة ولا في السنوات الأخيرة كانت ندرة كبيرة بزاف فيه، دونك سواء من المنتوج المحلي ولا المنتوج المستورد. الجودة تاع المنتوج المستورد أفضل بكثير. المستورد قليل بزاف، ما كانش نجبدو من ستوك اون جينيرال، والبري تاع الامبورطاسيون بيان سور يكون غالي، مي لا كاليتي كاينة كيما يقولوا، الله يبارك كاينة. المنتوج المحلي ورغم توفر الفرص المفتوحة أمامه، إلا أنه لم يتمكن من تلبية حاجيات السوق ولم يتمكن من معادلة السعر. والمحلي متوفر بصح ما يغطيش السوق، سي با سوفيزون باش نخدمو به. المنتوج المحلي كاين هناك تجار ولا دي بروديكتور، ربي يغفر لهم، كي الدولة غلقت الاستيراد دونك بروفيتاو كيما يقولوا، اغتنموا هذه الفرصة ولاو يزيدوا في الاسعار بالبزاف. كاين اللي الدوبلة وكاين اللي ولاو يخرجوا المنتوج بكميات قليله ويزيدوا له الاسعار. المنتوج المحلي لازم يطوروا منه، هناك معايير عالميه لازم يتبعوها، باسكو لو كان يقعدوا يخدموا بهذه المعايير مستحيل حننجحوا. أغذية الحيوانات الأليفة ما تزال في حاجة ماسة إلى ترقية جودتها ورفع إنتاجها ليتماشى والمعايير الدولية، والحيوانات وأصحابها أثناء ذلك لا يزالون يفضلون التوجه إلى المنتوج المستورد كونه يلائم الحيوانات أكثر، لكن ندرة توفره في الأسواق صار يفرض وضعاً معقداً.